أنا نورة صالح العبيدلي، عمري 10 سنين، بصف الخامس. هوايتي أسوي أعمال يدوية. جاية اليوم أطبخ مع الشيف حصة بيتزا. المطبخ الإيطالي يشتهر بالبيتزا، البيتزا بأشكالها وأنواعها. وفي مطبخ حصة قمنا بتحضير مقرمشات البيتزا، واليوم سنقوم بتحضير بيتزا جديدة، والذي سيقوم بتحضيرها هو الشيف نورة. أهلاً بك يا نورة. أهلاً بك يا حصة. أهلاً، كيف الحال والأحوال؟ بخير والحمد لله. هيا أخبريني، هل أنت سعيدة في مطبخ حصة؟ نعم جداً. يا سلام، يعني اليوم سنقوم بتحضير شيء جديد من البيتزا، أليس كذلك؟ نعم. هيا أخبريني عنه، ما اسم الطبق اليوم؟ بيتزا بالتوست. صحيح، رأيتم؟ بيتزا بالتوست، يا سلام، بطريقة مميزة وجديدة. هيا أخبريني يا نورة، ما هي المكونات لليوم؟ المكونات جبنة موزاريلا وسوسج والصلصة وزيتون وفرنش توست. يا سلام، وما هي الخطوة الأولى؟ نلبس القفازات. أحسنتي، طبعاً نلبس القفازات لكي نحافظ على النظافة. وها قمنا بلبس القفازات، والآن ماذا سنفعل؟ سوف نأخذ الفرنش توست ونسوي فيها أشكال. أشكال مثل ماذا؟ أخبريني. أشكال نفس القلب والنجوم. يا سلام، رأيتم؟ قلب ونجوم مصنوعة من خبز التوست. هيا، أولاً سوف نحط الأشكال. هل هي صعبة؟ لا. يا سلام يا أصدقائي، يعني سنأكل بيتزا على شكل القلب وعلى شكل نجوم. يا سلام، شيء رائع. أخبروني يا نورة أنك فنانة بعمل الإكسسوارات من الخرز، ألا هذا كلام صحيح؟ نعم. يعني منذ ماذا أنت تمتلكين هذه الهواية؟ أنا عمري 9 سنوات. حقا؟ يا سلام، وماذا تصنعين بها؟ أخبريني. أصنع فيها إسوارات ونفس الخاتم والسلسلة. يعني تعملين طقم خاتم وأسوار. يا سلام، وهل هناك ألوان جميلة؟ نعم. يا سلام، هل قمت مثلا بإهداء أحد من صديقاتك؟ نعم. حقا؟ ولا أعجبتهم؟ نعم. ولكني أنا حصة يعني لم أرى شيء يا نورة، يعني لم تهدني أي شيء، لا إسوارة ولا خاتم ولا حتى عقد. سوف أعطيكي. حقا؟ نعم. لديكي؟ نعم. يا سلام، كم هذا رائع. وماذا لديكي هوايات أيضا؟ أخبريني. طبخ. حقا تحبين الطبخ؟ نعم. يا سلام، وتقومين بمساعدة والدتك في المطبخ؟ نعم. أخبريني كيف تساعدينها؟ أنظف البيت معها. أساعدها في أعمال البيت. يا سلام، والمطبخ، هل تدخلين المطبخ معها؟ نعم. ماذا تفعلين؟ كيك، بان كيك، سويت. يا سلام، يعني أنت محترفة. نعم. يا سلام، ألا سمعتم؟ أسمعتم الشيف نورة ماذا تقول؟ ما هي وجبتك المفضلة يا نورة؟ ناجتس الدجاج، أليس كذلك؟ نعم. يا سلام، طب لماذا تحبينها كثيرا يعني؟ لأنها مقرمشة وطعمها جميل. يا سلام، صحيح، يعني عندما تأكلين الحبة خشت خشت
أليس كذلك؟ نعم صحيح. وما هي خضرواتك المفضلة؟ الخيار. الخيار. وماذا أيضا؟ الطماط. مفيد جدا. والفواكه؟ تفاح، فراولة، حقا، ومانجا، وعنب. يا سلام، شهي جدا أليس كذلك؟ نعم. يعني أنت محترفة يا نورة، يعني أراك كيف تستخدمين هذه التقطيع محترفة. ثم ماذا؟ نأخذ الصوص صوص ماذا يا نورة؟ صوص الطماط. صوص الطماط. حسناً، ثم نأخذ المرزاريلا. مرزاريلا. أنا أحب جبنة الموزاريلا كثيرة في البيتزا يا نورة، لكي تمط هكذا. هكذا. حسناً؟ حسناً يا نورة، أخبريني ماذا وضعتي فوق الموزاريلا؟ زيتون وصوصج. زيتون وصوصج. حسناً، سوف نحط أولاً الصلصة. يا سلام، باحتراف. ثم سوف نأخذ المرزاريلا. ثم سوف نأخذ الزيتون. ثم نأخذ الصوصج. حسنا، ولن تضعين طبقة من المرزاريلا فوق؟ أنا أسألك أنا، يعني لا، كيف أنت تقومين بصنعها؟ أنا موافقة. سوف أحط. حسنا. يا سلام يا نورة، لقد اقتربنا من النهاية. يا سلام، كم أنا متحمسة لأتذوقها يا نورة. وأنت؟ أنا كمان متحمسة. هل تشعرين بجوع؟ نعم. وأنا أيضا. هل سيأخذ وقت بالفرن؟ لا. حقا. حسنا، سأنتظر. ماذا سأفعل؟ انتهينا. انتهينا؟ يا سلام، يعني أنا أول مرة يا أصدقائي أرى بيتزا على شكل قلب وأيضا على شكل نجوم. فكرة رائعة هذه يا نورة. من تعلمتها؟ أخبريني. من أمي. حقا؟ نعم. يبدو أنها فنانة أليس كذلك؟ نعم. انتهيتي؟ نعم. والآن ماذا؟ سوف نضعها في الفرن. هيا إلى الفرن إذن. هيا. الله الله، يا سلام، يعني أشعر بدوخان من الريحة الرائعة. يا سلام، شكرا لك يا نورة على هذا الطبق الرائع. عفوا يا حصة. يا سلام، وأكيد يا أصدقائي ولا ننسى أن ابن نورة قامت بمساعدتنا بإخراج البيتزا من الفرن أليس كذلك؟ نعم. يا سلام، دعيني أرى، دعيني. أنا القلب وأنت النجمة. أنا القلب وأنت النجمة. حسنا، اتفقنا؟ يا سلام، أحسنتي. أرأيتم يا أصدقائي نوع جديد من البيتزا من التوست، نقوم بتشكيله مثل القلب والنجوم كما فعلت نورة، وطعمه ورائحته شهية جدا. حسنا يا أصدقائي، نراكم في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. هيا لنأكل، هيا لنأكل، هيا، أعطني القلب، أعطني القلب، يا سلام، الله.